السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع قوي جدا لتعليم الأطفال البرمجة من سن 3 سنين مثلا لمثلا 8 سنين، من 3 سنين ل 8 سنين. الفكرة بس خالص إن الطفل يفهم فكرة البرمجة. طيب ده البيزك، تمام؟ هتكتب 3 أوامر عشان تفوت، فبتبدأ، فهو بيبدأ يقول لك دوس مثلا على، بيشرح لك الفكرة لأن أول درس، بيشرح كل زرار فيهم بيعمل إيه. فبيقول لك إن أنت مثلا الراجل الآلي دوت عايز يوصل للنقطة دي، فالمفروض يمشي كام خطوة؟ يمشي خطوتين اهو، وبعد كده يكون وصل للهدف وتقول له رن، يبقى كده وصل للهدف، تمام؟ نخش بعد كده على الدور الثاني، كل مرة بيديني أمر زيادة، المفروض هو هنا يمشي خطوتين، تمام؟ هو يمشي خطوتين وبعد كده هيوصل هنا لازم يلف، تمام؟ وبعد كده يمشي خطوتين كمان وبعد كده يلف وبعد كده خطوتين كمان يكون وصل للهدف، تمام؟ فهو الطفل بيفكر ازاي يبرمج الحاجه ديت، مش لازم يعرف اكواد، المهم يبقى فاهم فكره البرمجه. طيب هنا برضو بيقول لي ان انت خدت امر جديد اللي هو امر القفز، تمام؟ فهو هنا هيقفز وبعد كده يلف وبعد كده يبقى هو كده وصل هنا، فهيقفز وبعد كده يلف وبعد كده يقفز وبعد كده المفروض قفز مره 2 3، تمام؟ وبعد كده المفروض ان هو وصل. طيب اهو كده وصل. هنا بقى المفروض هيمشي خطوتين وبعد كده يلف وبعد كده ينط وبعد كده يمشي خطوه وبعد كده ينط وينط، تمام؟ طيب خلينا نجرب، اعتقد ان في خطوه ناقصه، في خطوه ناقصه كمان، المفروض ان هو ينط مره كمان، فهلغي ديت واحط اضافه وبعد كده في يبقى وصل. هقول له اعمل تراجع وامشي تاني اهو، وهكذا. في كل مره، في كل مره بيبدا يخلي فيه اوامر جديده جدا، فيعلم الطفل فكره البرمجه وان هو يشغل دماغه.